ابتديت اهو تظهر عليك مكسوفة. ايه رأيك لو نبتدي بفرد الشعر الحلو ده؟ الله الشقاوة دي. كفاية بقى. بلاش يا خالتي، خالتي بلاش والنبي يا خالتي. بس يا بنت روحي بقى اعملي اللي قلتلك عليه. يا خالتي الموضوع ده لو اتعرف انا هترفد. لو ما تعرفش انا اللي هسبب في قطع عيشه. يلا اعوذ بالله عليكم عيله ما بلاش منكم غير المشاكل. هو مستنيني. اتفضلي. كاميليا ايه اللي جاي؟ غبت عليا وحشتني، قلت اجي اشوفك تلاقيك مزنوق. اعمل ايه بقى؟ لا ابدا، انا بس يعني خفت ان وفاء تشك في حاجه فقلت اخفف زيارتي شويه. براحتك يا اخوي، بس انا عملت بقى حله محشي ورق عنب بتاكل صوابعك وراه. اديت شويه ليلى، صعب عليا ما تدقوش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس يا حبيبي محشي محشي في المكتب، انت مجنونه؟ وماله يا حبيبي؟ بس ده زي العسل، عسل النحل. دوق كده يا حبيبي. محشي ايه رايك؟ لا عسل صحيح صحيح يعني. طب اقعد بقى قبل ما يبرد. يلا يا حبيبي. حلو قوي يا ملك، عسل عسل يعني. وبعدين ايه؟ تحس كده بيسموه ايه؟ ملفوف حلو قوي. ولا عينه بيجنن عشان خاطر عيونك يا حبيبي. حلو صحيح. اول مره خليك انا هفتح. أخبار البورصة؟ لمينا تقريباً 60% من الأسهم الموجودة في السوق. 60 بس؟ ليه؟ بمجرد ظهور سعادتك تاني السهم هيضرب والسعر هيولع. أنا سألتك سؤال وأنت ما رديتيش. في حد بيلم قصادنا سعادتك. نبيلة؟ غالباً كده، مشترين صغيرين من أماكن كتيرة يشتغلوا لحسابها. يعني ألعب اللعبة دي كلها وفي الآخر هي تستفيد. الدنيا دي ما فيهاش أي عدل. طيب قبل اللي جاي بقى يا بلبل، هي اللي جابته لروحها صح؟ صح يا باشا. الضعيف ملوش مكان في الزمان ده يا رنا، هي الدنيا كده. أنت مش حاسس إن ضميرك وجعك؟ يوجعني ويوجعني ليه؟ هو انا اللي قلت له ارمي نفسك في النيل؟ ما هو اللي عبيط في دماغه ونط بمزاجه. انا قايمه. استني بس، رايحه فين؟ قايمه فين يا بنتي؟ طب براحتك. بالراحه يا حبيبي بالراحه. اه يا حبيبي اسم الله عليك اسم الله عليك. معلش يا حبيبي معلش، انا عارفه انك بتتألم يا ابني. انت كده احسن؟ الحمد لله يا حبيبي. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مش كفايه اللي اخوكي عمله في ابني؟ انت عايزه تعملي فيه ايه تاني؟ عايزين تموتوه؟ خلاص يا ماما سيبيها.